السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحيحه؟ كلشي في امان الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وديما في احسن الاحوال. بما انني وعدتكم انني غادي ندير معكم الطبق ديال السفه بريستيج باللحم مدغمر، كان بزاف عليها الطلبات فاش حطيتها اخر مره، وكنت موجده انني نصورها الا ان طراو شي هكا تراك كتعرفوا كتجي شي حاجه انا بروفيس صافي هذا قلت انا المره الجايه ان شاء الله تكون عندي فيها طلبيه غادي نصورها معكم. المهم اليوم غادي قررت اني باش نصورها لي معكم، وكتاب اليوم باش غادي نسجلها معكم دقه دقه، ويعني راه شي حاجه ساهله. حنا ممتازين بالطبخ، بالطبخ المغربي بالعطريه ديالنا بالتويشيات اللي كنستعملو يوميا في الدار وكناكلوهم عادي. دونك هنا بالنسبه للمقادير، هنا عندي 4 كيلو ديال اللحم، انا غادي ندير هنا حطه ديال فيها 4 كيلو. المره الفايته كان عندي فيها 6 كيلو، يعني الناس اللي بغاوها كانوا بغاو فيها اللحم زايد بزاف. دونك خديت هنايا طريفات ديال اللحم كما كتشوفوا زوينين، تيكونوا طريفات ديال اللي كيكون فيهم ديال الملج ديال الفخاد ديال الكتف، كيكونوا اللحمات اللي كيكونوا زوينين. دونك هنا عندي 4 كيلو ديال اللحم اللي ما قدرتش دير واخا غير نص كيلو واخا غير كيلو، المهم على حسب عدد الاشخاص. دونك هذا فيما يخص اللحم. باش غادي نديرو هاد اللحم هذا نعطيكم العطريه. هنا عندي كاس ديال الماء سخون، سخنت الماء ياك ودرت فيه الزعفران شعره باش يطلق. ها هو يا دابا تيطلق. دونك في العطريه غنبداو بالملحه، بسم الله غنبداو بالملحه على حسب الذوق ديالكم، يعني الملحه سيروا شويه بشويه، لان كنعرفوا مع الدغميره هذا اللحم ولا الدجاج اصلا اللي كيكون بوحدو راه كيطلق الملحه غير بوحدو. دونك هنايا عندي معلقه صغيره ديال الملحه، عندي هنا معلقه بومبي ديال عامره كبيره عامره ديال سكينجبير، يكون مطحون جديد باش كيعطيكم العطريه تعطيكم البنه زوينه. هنا معلقه كبيره ديال الخرقوم، هنا عندي معلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم، خاصه عطريه خاصه باللحم راه البنات كتعرفوها، يعني راه ماشي شي حاجه جديده بحال اللي كنديروا في العيد الكبير. هنا عندي معلقه معمرش ديال الابزار، عندي هنا واحد 3 دريسات ديال الثومه، جوج دويمات ديال الزعفران، ومعلقه ديال السمن. هادو هما المكونات اللي غادي نصبو بهم اللحم. ندوزو للطريقه. كناخذ واحد الاناء اما بانيو اولا الطنجره فاش غتنصبو اولا، المهم اناء اللي غادي نوضعو فيها التخليطه. غادي ندير هنا داك الزعفران شعره، غادي ندوب فيها هذوك الدويمات هما الاولين هاكا نفرتتهم، انا درت غير جويجات، بغيتو ديروا 3 ديرهم، هي كل كيلو كديري دويمه. انا حيت ديجا عندي الزعفران شعره قلت بركه جوج فيهم كفايه. دونك ضفت الثومه، غادي نضيف العطريه كلها، وهنا عندي معلقه ديال السمن. انا السمن عندي السمن شويه مجد، درت غير معلقه صغيره، اللي عندها السمن ما حارش بزاف دير معلقه كبيره. انا اخذ واحد المغرفه هكا، صافي، وغادي نبدا نضيف اللحيمات ديالي كنشرملهم هكا بسم الله. خليو الطريفات ملي كتكون عندكم الحطه كبيره، خليو الطريفات شويه كبارين. كنعرفوا ان اللحم راه واخا تديروا حتى 6 كيلو ولا 7 كيلو تبارك الله راه كيدوب كيمشي. غادي نغمروه مزيان بديك الدغميره، صافي هنا كنشرمل اللحم مزيان ونخليه مرقد. غادي نغطي عليه بالسلوفان ونخليه مرقد واحد الساعه اولا نبيته في الثلاجه اللي هذا، ولكن اللي ضروري انه خصو يبقى واحد الساعه اولا ساعتين المقاله باش كيشرب لينا هاد القمه هادي وكيجينا اللحمه بنينه. هنا ما غنضيفو لا زيت لا والو، غادي نغطيه ونخليه انا واحد ساعتين على ما ندوز نوجد الشيء الاخر. ندوز دابا للمرافقات اللي غادي نرافقوا بها هاد الطبق هذا. هنا عندي الزبيب اللي غادي نحتاجوه في السفه، اللي غادي نديرو في السفه، كاين الناس اللي كتبغيه في السفه وكاين الناس اللي كتبغيه يكون دو كوتي، نتوما واللي بغيتو. اللي بغى يديرو بوحدو راه كيعسلو مع السكر حتى وشويه الزبده حتى كيتعسل،
وكتخليه بوحدو جانبا، حيت بزاف الناس اللي ما كيبغيوهاش وليداتهم ما كيبغيوش الزبيب. دونك انا هنا هذا غادي نخلطه مع السفا. عندي هنا اناناس مجفف بحال هكا، فواكه مجففه. عندي هنا المشمش، عندي هنا الشريحه، هاد الشريحه هذه الكبيره غادي نعمرها، غتشوفوها معايا، غادي نعمرها بحشوه ديال اللوز والكراميل. عندي بيض سمان، عندي شويه ديال البرقوق، عندي هنا اللوز اللي غندير به الحشوه، الطبقه اللي غتجيني وسط السفه. تشوفوا معايا المراحل دقه دقه. وهنا بالنسبه للسفه هنا كنختاروا الكسكس، الكسكس اللي كيكون هكا فه، هذا هو اللي كيصلح السفه، هو هذا رقيق، يعني الكاليبر تري تري فه اللي كيجي كيجي نفس السفه زويون. هادو هما وبيض السمان كما قلت لكم. طبيعه الحال عندي الحليب المركز باش غادي نجمعوا السفه، عندي السكر كلاصي، الزبده، داكشي غنشوفوا. انا وريتكم هنا الفواكه اللي غادي نستعمل. يعني بالنسبه للوز ها هو كتفسخوه وكتدهنوه بشويه زيت وكتدخلوه الفران كيتحمر، اولا كتقليوه في الزيت، لكم الاختيار، كل ما قللتو كل ما مزيان. دونك اللي جاتكم مناسبه ديروها. ندوز دابا باش نكملوا النصيب ديالنا ديال اللحم. الناس هنا خليت اللحم كيترقد واحد ساعتين ولا ليله كامله، الا كان ليله كامله يكون احسن، كيشرب لينا داك الزفران داك العطريه ديال اللحم وكل شيء. هنا رديته فوق البوطه وغادي نخليه غير يطلع فيه الغليه شي شويه، ونزيد عليه كيلو ديال البصله هكا، اربعه البصلات مشلطين بحال هكا، غنزيدهم فوق منه. هنا كنحسوا اللحم ها هو بدا كيدخلوا هذا وكيطلق داك الميه ديالو. هنا راه باقي ما زدنا لا ما لا والو، راغي اللحم هو اللي كيطلق دابا، ما درناش الزيت، ما ديروش الزيت دابا، ها هو بدا كيطلع. كنحركو كامل، صافي غادي نضيف ديك البصلة هي اللي غتعطينا ديك التغميرة. لهاد الساعه راه باقي ما ضفتش الزيت البنات، من بعد ملي غادي تهبط ديك البصله هادي تهبط هكا ونحس باللحم كله تشرب، غادي نضيف ليه كاس ديال الزيت مخلط ما بين البلديه والرومي. هنا البنات ها هو بدا كيغلى مزيان، كيعاود كنحاول نهبط هاد البصيله لتحت وكنقلب اللحيمه ديالي مره مره، كنقلب هذاك الشيء اللي تحت كنقلبو هكا صافي. دابا غادي نضيف الزيت، نضيف هاد الزيت اللي قلت لكم بلدية، هاكا، وغادي نضيف شوية ديال الما اللي غطي ليا اللحم كامل. صافي تقريبا واحد نص سيترو ديال الما اللي ضفت باش غطى ليا هاد اللحيمة كاملة. غادي نغطي عليها مزيان ونخليها طيب على خاطر خاطرها. وندوزو دابا للصفه والفواكه كيفاش غادي نديرو لها. هنا غادي ندوزو للطبقه ديال لابوغاتي اللي غادي تجينا وسط الصفه، اللي كلشي طلبها وكلشي عجباتو ديك الطبقه. هنا كناخذ كاس ديال السنيده كنديرو في المقله ونسنى عليه حتى يولي عندي كراميل، نحاول هكا نوسعو، نسنى عليه حتى يولي كراميل، وغادي تشوفوا معايا الاضافات الاخرى. ها هو داك كراميل، السكر ديالنا رجع كراميل، تديروا تردوا ليه البال باش ما يتحرقش معكم البنات. نضيف له واحد المعلقه هكا ديال الزبده، جهد واحد 20 غرام، وغادي نضيف واحد 100 غرام ديال الكريمة وديال الصلصة، نحطو الناس البنات نوالو راها غادي ترشع تولي. هنا
نضيف واحد رشيشة الملحة ضروري. دابا غادي نضيف داك اللوز اللي شفتو معايا في الاول محمر، وقلت لكم غادي نديرو لا نوباتي. هنا كنضيف 250 غرام ديال اللوز هكا محمر في الفران اولا مقلي. وكناخدو كندوزو في الهاشواخ صافي. غادي نخلطو، غتكون هادي هي الطبقه اللي غادي تجينا الوسط. يلا نوباتي صافي. دابا غادي نطفيو عليها ونخليوها تبرد صافي. هانتوما شفتو البنات كتكون معلكه معلكه مزيان، وكتجينا واحد الطبقه لذيذه لذيذه في وسط ديال السفه صافي. ندوزو دابا الحاجه، ندوزو للسفه البنات. كناخدو دائما كاليبغ رقيق، هو اللي كيكون مزيان في هاد السفه هادي كما وريت لكم، كاليبر تري ف رقيق. غادي ناخذ الزيت، غادي ندير لها تقريبا واحد 3 ولا 4 المعالق كبار ديال الزيت، نلبسها هكا حتى كنحسو بها تلبست مزيان. صافي وغادي نخوي عليها الماء بحال هكا، غير الماء بارد حتى غنحس بها هكا الماء فوق منها، ونخليوها تشرب هادشي كامل البنات. ما تخافوا منها ما والو، راه ما غيطرى ليها حتى شي حاجه هكا. انا كنديرها دائما راك كتشوفوا كتجي فنه ومعزوله الحبه على اختها. دونك نخليها حتى كتشرب مزيان وهذا الماء كله يتشرب ياك، وديك الساعات غندوز باش غنحلها ونديرها تفور الفرن. دونك ندوزو باش نعسلو الشريحه. كناخذ الشريحه ديالي خديت انا هراب عادي الشريحه، غادي نضيف عليها واحد الشويه دما كيمتعس لي هادشي. هنا نضيف غير شويه لان الشريحه عندي ديجا طايبه مزيان، يعني ماركه زوينه بحال هكا كبيره، ماشي بحال ديك اللي كتكون شاحفه خاص ديري لها الماء بزاف باش يلاه حتى ترطى. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نضيف واحد جوج معالق ديال السكر، واحد شويه ديال القرفه، ونخليها كطيب حتى غادي تعسل ونحيدوه. ملي غنحيدوها غادي نعمروها بديك لانوكاتين اللي صوبنا. غادي ناخذو منها شويه من شويه من ديك لانوكاتين ونخليوها طيب. غناخذ واحد المقله اخرى وغادي ندير فيها المشمش وداك الطريفات ديال الاناناس، وندير السكر وطريفات ديال الزبده، وغادي ندير واحد القطيره ديال الماء بحال هكا شويه، ونخليهم حتى هما غادي نديرهم باش كيتعسلوا ليا فوق البوطة. مره كنطلع على الطنجره ديالنا وكنقلبوا داك اللحم اللي لتحت كنعاود نهزوه الفوق، واللي لتحت كنعاود نهبطوه لتحت، اللي لتحت كنعاود نطلعوها هكا الفوق باش كنحسوا بداك الحمار راه كلها بدا كيدخلها الطياب صافي. ونخليوها تكمل الطياب ديالها، ما تنساوش هذا الطنجره ديالكم مره طلعوا عليها. انا رجعت البنات معكم. هنا كناخذوا هاد السميده هادي كنديروا لها هكا، ها هي كتخرج ما غتعصد ما والو البنات، تتحلوها بيديكم. اللي خافتها هكا كورات اولا هذا دوزها في الغربان ما عندها حتى مشكله. ها هي محلوله يلاه، باقي يلاه درنا ليها الماء. كنكونوا دايرين البرمه ديالنا كتفور كتسخن، كنديروا فيها واحد العويد القرفه في الاناء اللي كيكون فيه الماء باش هكا كتنسم صافي. غنديرها دابا في الكسكاس هيا ونخليها
واحد نص ساعه هي كتفور. هسه نديرها في هذا الكسكس، انا غنديرها في هذا ديال الثيرموميكس البنات، كتجيني سهله. اللي بغات ديرها في البرمه راه ديرها في البرمه، ما كاين حتى شي اشكال، كلشي كيخدم. دابا درتها في الكسكاس، كتبان ليا شي وحده راه كنحلها بحال هكايا صافي. وغنديرها تفور مده ديال نص ساعه، انا غنديرها هنا في الثيرموميكس كما قلت لكم، واللي عندها ثيرموميكس تخدم، واللي عندها البرمه راه تخدم معها. كلشي الطرق تؤدي الى روما. هنا ملي كتعسل عندي الشريحه كنقبط واحد الموس هكا وكنفلحها وكنحلها بحال هكا، وبها غادي نعمر هاد لانوكاتين. غادي ناخذ شويه من هاد لانوكاتين وغادي نعمروها بحال هكا. كيجي بحال شي هكا بزيطم عامر بحال هكا حتى كتكملو. هاد السير وهذا اللي كيبقى ما تلوحوش، هو اللي غادي نجمعو هو وهذاك اللي عسلت فيه المشماش، وغادي ندهن به اللحم، هو اللي كيعطيني داك اللون محمر ديال اللحم. كنتو شفتوه معايا في الطبق الاول والثاني، كلشي سول على ديك التحميره ديالاش، ماشي ديال الفرانه البنات. هذه هاد التعسيله هذه هي اللي كتعطي داك اللوين، وكندخلوه الفران غير كيبقى سخون. قالت لينا السخونيه على ما كتحطوا الطبيصل ديالكم اولا الطياف ديالكم ملي كيدخلوا، عاد ديك الساعات كتحطوا داك اللحيمه ديالكم كتكون باقا سخونه وشاد فيها داك اللوين هكاك محمر وكيجي مزيون. هيا دي الشريحه معمره صافي حيدناها. هنا عندي الفواكه اللي عسلت، ها هما يا عندي داك الاناناس، عندي المشمش معسل، وكما قلت لكم هذا الخليط اللي كيبقى لي في المقله كنزيد عليه هذاك ديال الشريحه، وبه غادي ندهن انا داك اللحم ديالي بحال هكا. غناخذ البانسو وغادي ندهن داك اللحيمه كلها كندوز عليها بهذا، يعني ما تدعوش راسكم ديروا الزبده ولا السمن ولا شي حاجه اخرى. هاد المريقه هادي اللي فيها غير داك لو جو ديال الفواكه وديك الزبيده هي اللي غتحمر لينا داك اللحم، وكندخلوها الفران كتبقى قابطه ديك السخونيه يعني بلا ما يتحمر، حيت الا تحمر بزاف غادي نشف لكم البنات. صافي هذه هي التعسيله اللي غادي نحمر بها انا اللحيمه. نرجعوا دابا للسفه البنات، ها هي دازت ليها 30 مينوت بحال هكاك. صافي كنحاولوا نحلوها، ها نتوما شفتوا البنات راه ما تعصب ما والو. بغيت ندير يدي ولكن سخونه بزاف. كنبقاو نحلوها غير هكا. انا غادي نضيف الملحه انا ديما كنضيفها حتى للتالي، وغادي نبدا ناخذ الماء وانا كنحل. حنا المغربيات الا ما درناش يدينا ما كاين والو، خسخونه صافي. كناخذ غير كويس ديال الماء وكنقرش منها، كنبرد يدي ومنها كنحل الكسكسو ديالي. فهاد الاثناء هادي غادي نضيف انا الزبيب باش يلاه يطيب، نعاود نديرها الفوره الثانيه. غنخليها نسنى عليها واحد 5 دقائق تشرب داك الميه اللي عطيتها، ومن بعد ونديرها عاوتاني كتفور الفوره الثانيه، وعاد نزيدوها الثالثه صافي بحال هكا. غنتسنى عليها واحد 5 دقائق على ما تشرب، ونعاود نديرها في الكسكاس ونديرها الفوره الثانيه. هذه الفوره الثانيه هيا شوفوا كيفاش كتكون محلوله بالبق، داك الزبيب كيطيب حتى هو او ميم طون. هنا في هاد الفوره الثانيه غادي نسقيها بالحليب
هانتوما شفتوا ها هي ما مكوره ما والو غير وحدها محلوله تبارك الله كتجي هائله. انا غادي نسقيها بواحد الكاس ديال الحليب هكا ونخليه تيتشرب مزيان. وعاد الفوره الاخرى غندير لها الحليب مركز والزبده اللي بغات تضيف لها دوك الخنيشات ديال الزهر راه كتجي زوينه. اللي بغات تضيف هذا قرفه او سكر كلاصي او شي حاجه زيدوا لها. انا ما غنديرش السكر بزاف غنكتفي غير بالحليب المركز صافي ونخليها تشرب. وبقات لي دابا الفوره الثالثه. الفوره الثالثه غنديروا لها غير الزبده والحليب مركز صافي فقط وشويه الزهر. ها انتما البنات شفتوا زوينه بزاف. انتما البنات انا بغيت نقسم معكم واحد الفكره. انا في الصفه في الفوره الثانيه كندير واحد جوج معالق ديال هكا ديال الكوك اختياري اللي بغاتها اللي كيعجبها الكوك في الصفه. انا ما غنكثرش بزاف. انا شفتو درت غير جوج معالقات صافي ونخليها تخلط وتطلق ليا البنه ديالو في داك السميده كلها. راه كيعطي واحد البنه زوينه. اللي عندها حليب الكوكو حتى هي راه تقدر ديرو اللي كيعجبها ماشي مشروط علينا غير باش كنغيرو شويه وصافي. صافي كنخليه كيطلق في داك الكسكسو مزيان ويطلق البنه ديالو. عاد نديرو الفوره الثالثه ان شاء الله. هنا ملي كنحيدو الحيمات ديالنا كيطيبو كناخدو ديك لاصوص اللي قلت لكم اللي بقات لينا. ها هي لاصوص اللي بقات لينا من الشريحه ومن المشمش وكندهن بها الحيمات ديالي هي اللي كتعطيهم ديك لابغيونس وكيتبنوا كيجيو بنان دوك الحيمات. كنحاولوا ندهنوا كلشي صافي وكندخلوهم الفران حتى كنقربوا نحطوا الحطه ديالنا. عاد كنشعلوا عليهم منهم كيسخنوا ومنهم داك العسيله كتفيكس عليهم صافي هالا وندخلوهم الفران. بالنسبه للصوص كنخليوها حتى كتشرب مزيان وكتغمر وكتبقى غير ديك الزويته كتعزل كنعرفوا راه لاصوص طابت بحال هكا. دابا هادي باقا ما طيباش المهم غنبقى نحرك عليها على عافيه مهيله ونخليها حتى كتغمر مزيان بحال هكا صافي. وديك الساعات غادي ندوزو باش نحطوها. هنا غادي نحط السفه ديالي هادي الفوره الاخرى الثالثه بحال هكا وغادي نحلها غير بالسباتولا. هانتوما شوفوا البنات ما كاين لا تكوار لا والو ما معصده ما حتى شي حاجه وسهله غير في الترموميكس يعني غير في داك ديال لافابور ديال الترموميكس. دونك هنا غادي نضيف الزبده. هنا الزبده غادي تضيفوا تقريبا واحد 200 غرام ديال الزبده تتكون درجه حراره المطبخ. اللي بغا تضيف السكر كلاصي في هذه المرحله هذه تضيفو. انا ما غاديش نضيف السكر كلاصي باش ما تجينيش بزاف حلوه لان عندنا لا نوغاتين حلوه. عندنا غادي نديرو لها الحليب المحلى المركز هو اللي غادي يعطيها التعليكه. نحس بديك الزبده كلها واو. هنا غادي نبدا نضيف الحليب
صافي غادي نخلط هادشي مزيان. اللي بغا تضيف شويه د الزهر، دوك الخنيشات ديال الزهر، اولا تضيف دوك، يعني نتوما عندكم الاختيار. بعد ما كنخلط الصفه ديالي مع داك الحليب، كناخذ المول اللي غادي نبريزونطي فيه. انا اختاريت اليوم انني نديرو مول سامبل، وغادي نبدا نحط، وكنقسم داك الخليط ديال الصفه على جوج. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نبسط الصفه ديالي. صافي انا دابا بسطتها، غادي ندير الطبقه ديال لا نوغاتين. غادي ناخذ هذيك الطبقه ديال النوغاتين، هي اللي غادي نبدا نسرحها هكا. كنسبقوا الجنيبات هما الاولى باش كتبقى تبان لينا. ديك النوغه ملي كنحطوا عليها ديك الطبقه الثانيه. هنا وزعت هذيك الهانوغاتين من الجناب صافي، ودابا غادي ندير الطبقه ديال الصفه. عرفتوا يا البنات بديك المعلقه ديال دوك الكوك كتجي واعره واعره بزاف. عاد انا ما بغيتش ندير هذاك المول باش البنات يلقاو ما يلقاوش العطر، حيت بزاف اللي كنني كنحط شي مول كلشي كيقول لك ما عنديش. بحال دابا بالنسبه لذاك الفقاس ديال الكورني، بزاف د البنات قال لك باش يمكن لينا نعوضوا المول. هو خرج هكاك نهار الاول هذاك الفقاس خرج على شكل كورني. يمكن كاين اللي تبغي تقطعو غير هكاك ديرو حرابل وتزوق به، يبقى لكم الاختيار نتوما. انا حيت مازال ما جربتوش هكا، داكشي علاش ما كنجاوبش في لي كومونتير، ما كنلقى مثلا يعني ما نلقى ما نقول لكم. صافي وغادي نخليها هكا، كنبسطوا هادشي مزيان. عاد غادي نقلبها في الطبسيل ديال التقديم. ها هي دابا الصفه، درت ليها الدريساج كما شفتوا، قلبتها في المول ديال التقديم وزيت هذوك الشريحه وزوقتهم بها من الفوق. درت لها شويه ديال اللوز ايفيلي وشويه ديال الورد، غبرت عليهم شويه ديال السكر كلاصي. هكا كتجينا زوينه الطبقه ديال النوغاتين، كتجينا هكا ولذيذه بزاف. عاد البنات كنصحكم انكم تجربوها، راه كانت شي خطيره في المذاق بحال هكا. البنات هاد الطبق ديالنا ديال اللحم بالدغميره، انا خليته كل حاجه بوحدها. اللي بغى يسربي معاه الصفه ها هي حداه، ما بغيتش ندير واحد شي فوق شي. المهم كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وين الاعجاب ديالكم كنقول لكم شكرا والى اللقاء وصفه اخرى ان شاء الله.